وعلى أولى مساحاتنا وحنروح لمساحتنا التربوية. ونحن بنعرف دائما أنه بناء أي مجتمع بالعالم يكون مبني على الإنسان نفسه، يعني خلينا نقول أنه الإنسان هو المبنى الأولى بهذا البناء. اليوم لحتى نقدر نعيش ضمن مجتمع بيكون فيه الخير والمحبة والتسامح، مفروض نروح للقيم الإخلاقية. طيب هدول القيم الإخلاقية لحتى أيضا يكونوا اليوم موجودين عند الأشخاص، فاليوم هو واجب الأهل أن يروحوا برسالتهم ومهمتهم لغرس هي القيم أكيد بمرحلة الطفولة. هذا الطفل وقت الأهل بدون يزرعوا فيه المحبة والتسامح والحب لكل الأشخاص، فأكيد رح يكبر على هي القيم، وفيما بعد رح تصير هي جزء من شخصيته ورح يقدر فيما بعد أكيد يصدرها لأولاده. ولكن هيدي اليوم قد الوقت تتغير، الضغوطات التحديات عند الأهل صرنا نشوف هي التحديات خلت جزء من الأهل يعني يتغافلوا عن بعض السلبيات عند الأطفال أو عند المراهقين حتى بسبب التحديات. أكيد مثل ما قلت يا رشا، ظروف عديدة ممكن يمر فيها الأهالي ممكن فعلا تأثر على تربيتهم لأطفالهم، ومثل ما بيقولوا يمكن بيولد الطفل وعقله لسه مثل الصفحة البيضاء، أي كلمة ممكن اليوم تأثر عليه، أي سلوك، أي ردة فعل. اليوم موضوعنا مشاهدينا بيفرض حاله انطلاقا من أهميته لغرس القيم والأخلاق عند الأطفال بغض النظر عن أعمارهم. وطبعا هذا الموضوع أمر مو بالساهل أبدا، في تحديات وصعوبات عديدة بتواجه هدول الأهالي. نتعرف أكثر عن الموضوع ونعرف شو هي القيم يلي المفروض نحن نزرعها عند أطفالنا من الصغر لحتى تكبر معهم وتأثر على شخصيتهم بشكل صحيح. وتفاصيل عديدة رح نتناقشها سوا مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، اختصاصية التربية نغم تربي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك يا نغم. صباح الخير يا نغم، كيفك؟ تمام شكرا الله. اليوم عم نحكي عن قيم جدا مهمة، ودائما يعني إذا هيك بنرجع بالذاكرة كانت كتير من المحاور الأساسية بالمدرسة للأطفال، يعني طبعاً. اليوم كل شيء تغير حتى بالمناهج المدرسية طبعاً. إذا اليوم حبينا نعمل فرق أو مقارنة بين القيم والأخلاق، اليوم هل في فروقات بالقصة؟ أكيد. بالبداية بدي صبح على كل المشاهدين وبارك للأهل وللطلاب مناسبة النجاح بالشهادتين التاسع والبكالوريا، وتهنئة خاصة لابني زين بمناسبة نجاحه ونحن كثير فخورين فيه بالتاسع. ألف مبروك. وين تبارك بعمرك؟ يعني هي وقعت حالها اليوم، نجاح ومباركة بلا تحلاية. لا أكيد أكيد تحلاية موجودة. ألف مبروك. يبارك بعمرك يا رب. بدنا نبدأ بموضوعنا ونحكي عن القيم والأخلاق عند الأطفال. هي القيم والأخلاق بتحتاج لمهارات تربوية تعد من أسمى المهام وأكثرها تأثير بحياة الطفل، أكثرها تأثير لحتى نحن نعطي طفل ملتزم قادر على الدخول بالمجتمع، وهي فينا نقول هي الهم الكبير عند الأهل لحتى يقدروا يوصلوا هاي المعلومة. كلنا منحب يكونوا أطفالنا مميزين بكل شيء، فيهم قيم، فيهم مبادئ صحيحة لحتى ينطلقوا للأفضل. لكن الشيء اللي لازم نعرفه شو هو الفرق بين القيم وبين الأخلاق. القيم هو كل شيء ذو قيمة، مجتمعه كل البشر على أنه هو ذو قيمة. مثل تمام، ما فينا نحن نقول عن الصبر ما حلو، الاحترام ما حلو، مثلا الحب، التعاون، كل هاي قيم نحن بنعلمها لأطفالنا. الصدق، هدول كلنا بنجمع على أنه هو شيء ضروري بحياتنا. أما الأخلاق يعني هي القيم خاصة بالفرد انطلاقا من نفسه، أما الأخلاق هي شيء سلوك ممكن يكون محبب عندي مكروه عندك. يعني أنا ابني لما بدي لما عم كون عم حاكي بيرد علي بطريقة ما حلوة، ما بيقول لي نعم عادي، في أهل بتقول لك إيه خلص يلا ما في مشكلة، طفل بيكبر تماما هيك، هاي الشيء اللي نحن بنحكي. لا أنا عندي مشكلة بهذا الموضوع، إنه الطفل من هو وصغير نحن لازم نعلمه على هي الشغلات، نعلمه على أساسيات صحيحة لحتى يقدر ينطلق للحياة. لأنه أنا إذا اليوم بقول صغير والسنة الجاية بقول صغير، فمعناتها ضاع العمر ونحن ما عم نربي أطفال. تمام، أطفالنا بطريقة صحيحة. يعني نغم، بعد ما عرفنا القيم والأخلاق ووضحنا الفرق بيناتهم، يمكن أكيد في رابط اليوم بيناتهم ممكن يكملوا بعض، خلينا نحكي على موضوع تاني. اليوم نحن أكيد عنا طرق أو أساليب تربية صحيحة من الأسرة لحتى نحن نعرف نغرس هي القيم والأخلاق عند الأطفال، خلينا نوضح هي الطرق. لما بحكي قيم وأخلاق هي مفاهيم غير واضحة عند الطفل، كيف بدي وصلها؟ لازم بسط هي المفاهيم لأقدر أنا
لتوصل للطفل بشكل صحيح. يعني في أعطيه مفهوم كبير صغير طويل قصير، هاي المفاهيم موجودة برياض الأطفال بالحضانات موجودة، لكن اللي لازم أعرفه أنه أساليب التعلم ثلاثة، وكل أطفال العالم بينقسموا لثلاث أصناف من التعليم. يعني في أطفال بيكون التعلم عنده سمعي، في بصري، في حسي. لما بعرف أنا اتجاه كل طفل لوين، بقدر وصل المعلومة بشكل صحيح. بدنا نحكي بمثال واقعي، ونحن كلنا عشناه مع أطفالنا. خلينا نكتر الأمثلة اليوم حتى نقدر نوصف حالي بشكل تماماً. الأطفال الصغار دائماً بيرددوا سؤال: من هو الله؟ في كتار من الأهل ما بيعرفوا يجاوبوا، وكتار بيجاوبوا بطريقة ما بتقنع الطفل. فنحن لحتى نعرف أو نقدر نوصل هي الفكرة، بدي أشوف إذا كان ابني سمعي، بجي نادي له مثلا: الدومة، أنا كتير بحبك. بيرد علي: نعم، ما سمعتك. فهون قل له أنا مهم رب العالمين سمعنا. وصلت الفكرة، الطفل عم ياخذ المعلومة عن طريق السمع. إذا كان الطفل حسي بلعب معه لعبة صغيرة، خليني أنا بمسك إذنك وأنت مسك إذني، شايف هذا الشيء اللي نحن عم نعمله؟ رب العالمين شافنا وسمعنا. لما بيكون بصري بلجأ أنا للبطاقات، هاي البطاقات إما هي مرسومة جاهزة أو أنا برسمها. يعني شخص قاعد مثلا مبين أنه هو عم يحكي كلام، فورا للطفل بوجه له أنه أنت شفت هذا الكلام اللي عم يحكي هذا الشخص؟ رب العالمين عم بيشوفه وبيسمعه. فهون الطفل بصري، طالما هو بصري وصلته المعلومة بكل سهولة. لهذا السبب ضروري كتير بكل المدارس، بكل المؤسسات التعليمية يكون في عنا وسائل سمعية بصرية وحسية، لأنه بالصف الواحد عم بيكون في مجموعة كبيرة. نعم. وأصناف مختلفة من التعلم، يعني طريقة التعلم أو وصول المعلومة. فإذا ما استخدمت هاي الأساليب الثلاثة لوصل المعلومة، صعب كتير. أنا اليوم عم ربي طفل مثلا أو طفلين، لكن بالمجموعات الكبيرة في عندي عدد كبير وأساليب مختلفة بالتعليم. أكيد. فضروري أنا وصلها بهي الطريقة. وكمان هذا الشيء بينطبق على الصبر، على التعاون، على الحب، على الاحترام. هذا الاحترام يلي رح يعني شوي تانية مع هذا الجيل رح يختفي، فضروري نركز على موضوع الاحترام. ضروري، لأنه للأسف الأهل ما عم بتفرق بين التربية وبين الدلال. صحيح. يعني أنا عم دلل ابني، أوكي كلنا بندلل أولادنا، بس وين التربية بالموضوع؟ أنا لما بوجه سلوك صحيح لطفلي أو بعدله سلوكه الخطأ لصحيح، هذا ما بيعني ظلمته، بالعكس أنا هون بنيت جيل واعي، جيل مثقف محترم. يعني حتى أسلوب التعامل، نبرة الصوت، يعني قديه مزعج. هلق ممكن نحن نبين انه اي اوكي عادي طفل، لا 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 انا عندي مو عادي. اي حدا بده يوجه سلوك طفل بنبدا من نبره الصوت، من الاسلوب، من التعامل. حتى لما انا بيكون الطفل عم بيرد عليك لازم تكون النبره هاديه، بس بالمقابل يكون في قدوه حسنه. اكيد. يعني ما في يوجه الاحترام للطفل، اطلب منه الاحترام وانا بالمقابل ما عم بعمل هذا الشيء. طيب ذكاء، هاي النقطه كثير مهمه، رح نرجع نضوي عليها بشكل اوسع. العلاقه بين الاهل والطفل، وقت منقول مراحل لغرس هي القيم، احنا اليوم دائما منقول انه الطفل بالفطره يعني ما بيعرف شيء، هو ورقه بيضاء مثل ما شفنا، هو سفنج اليوم قادر يمتص السلبي والايجابي. يعني فخلينا نحكي عن مراحل القيم عند الأهل، يعني إحنا إيمت ما نبلش مع الطفل، وذكرتي إنه إحنا في نقاط ممكن نعتمد عليها، سمعي، حسي، إيمت إحنا قادرين نستخدمهم وبأي مرحلة؟ أوكي، هلنا المراحل الثلاثة منبلش من عمر السنتين، سنة ونص سنتين، معلي ببلش مع الولد، لأنه من سنتين للخمس سنوات هو مرحلة غرس القيم. أنا ببدأ أوجه الطفل إنه الاحترام حلو، شو يساوي، شو يعمل، كيف يصبر. يعني أنا مثلاً عندي ولد عمره سنتين، إنه هو جوعان، أوكي بيضله بيبكي بيبكي لا ياخد الشيء اللي بده إياه. أنا ما عم بحرمه الأكل، بس بنفس الوقت لازم بلش أعلمه الصبر، إنه أنت أوكي، يعني أنا في فترة أنت هي لازم تصبرها لحتى تاخد مثلاً سنتين الأكل. سنتين مو صغير يعني؟ تماماً. حلال ياكل الولد كمان يعني أوكي حياتي. لا بس أنا ما عم بحكي أحرمه طول النهار، يعني هو بيقدر ينطر دقيقة أو اثنين لبين ما تجهز مثلا الاكله، يجهز اللي وجبه اكله ما بقى يسكت يعني. تماما. فهذا الموضوع لما ببلش معه من هو وصغير بيكون شيء كثير حلو. بعدين من 5 إلى 10 سنوات هي مرحله تعزيز
القيم والأخلاق. أنا بعزز هذا الموضوع وبضلني أحكي عنه. بآخر مرحلة هي مرحلة التفاعل، بشوف ابني تفاعل مع هي القيم اللي أنا غرستها وعززتها عنده، يعني بتبلش بعد العشر سنوات. بس للي لحتى ما يتفاجئوا الأهل كتير، إنه نحنا بيجوا عالم بيقولوا لك أنا مشيت بهي المراحل وبلشت مع ابني، غرسنا عززنا القيم وبعدين ابني ما تفاعل معه، فهذا الموضوع كتير عادي. يعني أنا بضلني بحكي، بضلني بوجه الطفل، ممكن يتجاوب مرتين، الثالثة ما يتجاوب، مو لأنه هو ما عنده، مو حابب يتفاعل مع هي القيم أو مو حابب ياخذ من هي القيم، لا بالعكس. بس هو الطفل بيكون بأوقات يعني حابب يجرب، حابب يكتشف، هذا ما بيعني إنه هو ما بده يعمل هذا الشيء. والتربية بالتكرار، دائما منقول انه انا لما بدي لما بروح مثلا على دكتور العيون وبيعطيني قطره، خلينا نشبه التربيه بقطره العين، بيخلي قطره الصبح وقطره المساء. طيب انا ما فيي اخذها كلها بنهار واحد وخلص انا بطيب. والتربيه نفس الشيء، انا لما بدي وجه قيم ما بيجي مثلا خلص انا يوم او خليني هذا الشهر وجه ابني وبعدين سكرنا الكتاب وخالصين، لا ابدا. الطفل يلي بيصير عمره 70 وأمه عمرها 90 هو بحاجة لتوجيه الأم. نحن كلنا منشوف أنه نحن لو قد ما كبرنا منضلنا بحاجة لنصائح الأهل لحتى نحن نستمر بحياتنا، فهذا الموضوع كتير ضروري. ودائما منقول كل شيء قليل مستمر أفضل من كثير منقطع. يعني لما بعطي كل يوم وبوجه شوي للاحترام، كيف الطفل لازم يتعامل، كيف لازم يصبر، كيف لازم يتسامح، هذا الموضوع شوي شوي بيصير الطفل بيتفاعل معه. أكيد. لما بيشوف أمثلة واقعية بحياته أكيد رح يتفاعل. تعلم منها أكثر بجوز. تمام نغم، خلينا نركز على مرحلة المراهقة. كلنا نعرف أنه مرحلة حساسة وصعب كتير على الأهالي اليوم بالتربية وبطريقة التعامل. يعني بتلاقي هاي الفئة العمرية عندهم اهتمامات معينة، عندهم متطلبات معينة، أحياناً ممكن لأيهم يرفضوا قيم معينة هيك أنهم بدهم هيك. طيب نحن كيف ممكن نعزز عندهم قيم وأخلاق بشكل صحيح؟ أوكي، 99% من الأهل عم بتعاني من الشباب المراهقين اللي عندها. بس الشيء كمان اللي أنا بدي أكده للأهل إنه ابنك لما هو عم يرفض هذا الشيء، هذا ما بيعني إنه هو عن جد غير مؤدب مثلا، خلينا نقول. لكن الطفل بهي المرحلة أو الشاب خلينا نحكي مشان ما يزعلوا منا المراهقين، بهي المرحلة بيكون عم يثبت وجوده، يفرض شخصيته. وجه الأب أو الأم، وجهه هذا مثلا هذا المشوار لتروحه، روح لهون، هذا الشيء لا تعمله، مثلا ما تأخذ السيارة أنت بعدك صغير، لا هو بده ياخذها. ليه؟ لانه هو بده يجرب، بده يكتشف شو الاسباب اللي خلتني، ليش اهلي ما بدهم يخلوني، ليه ما بدهم يسمحوا لي اعمل هذا الشيء، ضروري يجرب لحتى اعرف. والطفل او المراهق هو ما عم بفكر بعقله اساسا، عم بفكر بعواطفه، هو شو بيحب، لوين بده يروح، لشو بده يوصل. فهي الامور كلها دائما بدها صبر. يعني انا ابتعد على انه انا هي بمرحله تحدي او انا عم خوض معارك مع ابني لانه رح اكون خسرانه من اول جوله، وخصوصا للمراهق يعني خصوصا هذا الجيل يعني تماما. فانا معلك، خليني دائما اتفهم ابني بكل اخطائه بكل سلبياته لاقدر وجهه. أكيد. لانه الطفل رح ينفر منك، يعني اذا بيشوفك انت مره على الصف الثاني الثالثه فهو رح يروح يعمل كل شيء بدون ما انت تعرفي. طيب نغم، وقت بنقول العمر المراهق، وكلنا بنعرف شو يعني هذا العمر، يعني بهذا العمر يعني الشاب او الصبيه ما عنده شيء خطا، يعني شوفوا كل شيء هن عم يساووه هو الصح بحياتهم. طبعا. يعني او اي كلمه من الاهل انه انت ما بتحبوني، انتوا واقفين لي على دائره، انتوا حارميني، انتوا الى اخره. واليوم هون يعني الاهل على جميع الجبهات كرمال هذا الشاب او الصبيه ضمن البيت. اليوم وقت اللي بيغلط هذا المراهق وبيروح السلوك بالاتجاه السلبي، اليوم نحن نقدر انه هو بمرحله عمريه ما عاد الطفل تمسكي تضربيه او تأدبيه او تعنفيه. اليوم ممكن يعني تضربيه يرفع ايده عليك، واليوم هي واقع هالقصه يعني. خلينا نحكي اليوم الاهل اليوم شو ممكن يساووا مع هذا المراهق بالسلوكيات السلبيه وخاصه ضمن هذا الوقت يعني اللي عم يخدم السلبيه للاسف يعني. بالدرجه الاولى او بالمرحله الاولى اللي لازم نحن نعملها والاساسيه هي انا اكون قريبه من ابني. يعني حتى حكيت من شوي، حتى اذا شفت اخطائه وشفت سلبياته
اكون دائما جنبه، يعني ما عنف، ما اضرب، ما وجه انه انت فاشل، انت مو نافع، انت هيك. طب ما هو اذا بيسمع هذا الكلام رح يفشل اكثر، رح يعذب اكثر، رح يتجه لسلوكيات خطا اكثر. لازم اكون قريبه من طفلي، هو هذا الحل الوحيد. يعني انا دائما مثل ما في مثل بيقول اذا كبر ابنك خاوي. نحن هيك لازم نساوي، ننزل لمستوى تفكيره، ننزل حتى نسمعهم شو ما كانوا عم يحكوا، شو المشاكل اللي عم بيواجهوها، نسمعها، نحاورهم بطريقه صحيحه لنوصل للحل اللي بدنا اياه نحن، وما نعاندهم. يعني كثير من الامور بنسمعها، وخصوصا منتشرة بهذا الوقت التدخين. التدخين يعني الشاب او الصبيه بفكروا حالهم انه هن خلص يعني ملكوا الدنيا بهذا التصرف. فانا هون اكيد ما عم شجع على هذا الموضوع ابدا، بس نحن لنلاقي حل تدريجي له. فكتير ضروري انه انا خلي مثلا ابني عم بيدخن باكيت بنهار، تمام؟ وبرجع بعيد وباكد للمشاهدين انه انا ابدا مو مع هي الفكره ابدا، بس نحن بدنا نوصل لحل سليم. واكيد ما فينا نخطف الثمره بسرعه انه ابني ينتهي عن هذا السلوك. انت مثلا كل يوم كم سيجاره عم بتدخن؟ كل يوم بشله خمسه، تمام؟ لوصل لمرحله انه انا ممكن بيمضى شهر، باخر الشهر انه هو خلاص ما عاد فيه. شوي شوي بالتدريج هو بينتهي عنه. وبعيد انه هذا السلوك كثير غلط، وبتمنى كل اولاد ما يتجهوا له، لانه في كثير نشاطات، في كثير امور نحن لازم نتبعها، هذا للمراهقين حصرا. انا بالعكس اذا بكون بثبت وجودي، بمارس هواياتي، ما علي بهذا العمر نحن نتجه مع التعليم نتعلم مصلحه لحتى نكون اشخاص ناجحين بالمجتمع. تمام. بختام حديثنا معك نغم تربي الاختصاصيه التربويه، نتشكر وجودك معنا. ويمكن المسؤوليه ما بتوقع فقط على الاهالي، تمام. اليوم للمدرسه في دور اكيد، للوسط المحيط، للاصدقاء، لكل الاشخاص اللي حوالينا هن اليوم رح ياثروا علينا اكيد وعلى زرع القيم والاخلاق بحياتنا. نتشكر وجودك معنا ونورتي صباحنا. شكرا نغم لصباحك، ودائما بنقول قلوبنا مع الاهالي بهذا الوقت وبهي التحديات وبهذا الجيل. شكرا نغم، واكيد ان لقاءات ثانيه بصباحات اخرى.